على وجودكم معنا اليوم. كيف ما كتعرفوا حضور وزارة الثقافة هنا هو بالطبع دعم لهذا المهرجان الفروسية مطا اللي عنده واحد دور أساسي ثقافي واجتماعي هنا في هذه المنطقة. وبالطبع الهدف يعني لدعم الوزارة هو حتى تسجيل هذا التراث اللامادي في مؤسسة اليونسكو ومؤسسة اليونسكو، والهدف منه هو الحماية ديال هذا التراث المادي على الصعيد الوطني والتعريف ديالو على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. لان دائما لما كنتكلموا على التراث المادي وراءه كتكون هناك ثقافه او ثقافات، كيكون هناك كذلك يعني واحد الحياه الاجتماعيه وراء هذه الاحتفالات اللي كنعيشوها اليوم، وبالطبع تاريخ لهذه المنطقه العريقه والمهمه بالنسبه للمملكه المغربيه. شكرا. غنبداو العمليه ديال التسجيل دابا. بالطبع العمليه ديال التسجيل هي طويله شويه، لان بالطبع كاين العناصر اللي خصها تسجل، واللي خصنا ناخذوا بعين الاعتبار المعايير الدوليه اللي كتكلم عليها اليونسكو وليسيسكو. لان دابا اليوم كاين جوج مؤسسات، كاين مؤسسه دوليه ومؤسسه نقدروا نعتبروها جهويه او اللي كتكلم اللي معنيه بها الدول الاسلاميه واللي عندها دور مهم كذلك. وبالطبع كيف ما قلت لكم قبيله، الهدف من هاد التسجيلات هو التعريف الحمايه ديالو، التعريف ديالو على الصعيد الوطني والدولي، وكاع داكشي اللي يقدر هاد التعريف يقدر يجيبو وراء لهاد المنطقه. لان لما كنتكلموا على التراث المادي والتراث المادي كنتكلموا بالطبع حتى على التعريف على الصعيد الدولي والسياح اللي يقدروا يجيو هاد المنطقه. وانا متيقن بان مجموعه ديال المناطق ديال المملكه عبر السياحه الثقافيه عبر الحمايه على هاد التراث المادي ولا مادي الا وغيكون هناك يعني استثمار في هذه المناطق، استثمار في المواطنات والمواطنين ديال هذه المناطق ومهن لهذه المواطنات والمواطنين. شكرا.